يعني اول شيء حقيقه جمعيه المسرح والاداه من ضمن تمكين لعدد من الجمعيات اللي انشاتها وزاره الثقافه الاشراف الفني ومركز وطني قطاع غير ربحي. اليوم سعيدين بان الجمعيه تقدم برامج نوعيه في التصنيف المهني، الادله الارشاديه، التشريعات، وايضا الحصر للمهنيين في المملكه العربيه السعوديه. دورنا هو تقدير هذه المواهب والارتقاء بقطاع المسرح وارتقاء المهنيين وفنون الاداء، ونقدم برامج مختلفة حقيقة. عندنا مجموعة دعينا اليوم مجموعة من الزملاء وزميلات للانضمام للعضوية الجمعية إن شاء الله وفق آلية أيضا متبعة في هذه الجمعية. سعيدين أنه الجمعية اليوم أصبحت على أرض الواقع وتمكن حقيقة، وإن شاء الله تخدم قطاع صناع المسرح فنون الأداء في المملكة العربية السعودية. يعني أكثر شيء يسرني دائما من هذا المنطقة الخليجي في أعمالنا، الدراما سواء التلفزيونية أو المسرحية أو مسرحية، في علاقات طويلة على مشاركات كانت أسعد وأهمها التقاء عند المسرحيين في مكان واحد. هذا الهم العظيم الذي يجمعنا هو هم المسرح والرؤساء الاتحاد الجمعيات الموجودة في الخليج عندهم نفسها. أنا سعيد جدا بهذا الحضور، سعيد أكثر بتفعيل هذه الجمعيات والاتحادات، ممكن نطلع فيها بأفكار منتجة تخدم مسرحنا الخليجي، وممكن نطول هذه اللقاءات وتصبح شيء أساسي وركيز. إحنا اليوم كلنا كتلة واحدة، يعني الخليج منطقة واحدة. بالعكس أنا مو مش أنا يعني ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن كل مسرحي السعودي كيف ينظر للمسرح الخليجي، وكيف هم المساعدة الكبيرة في أنه هذا المنطقة يؤدي أيضا إلى مشروع حقيقي، مشروع لقاءات فنية، مشروع علوم، مشروع طلاب، مشروع أفكار. فأنا سعادتي فعلا يعني سعادتي لا توصف بروحي، وأنا مهتم بصدق وأنا سعيد بحضوركم في هذه اللحظة اللي فيها، وأحنا أعتقد أنكم مش فقط في كيف نلتقي من المسرح والخليج عبر الأفكار وعبر المشاريع، ستتطور هذه المجتمعات للمشاريع تكون على الأرض، وأعتقد هذه المجتمعات الموجودة والتعاون المسرح بين الخليج بشكل عام، أعتقد أنه سيحدث بصمة رائعة من المشاريع. وأنا أرى أن أطلقات الموضوع أنا اليوم الأدائية